ولن نتعداها، هي حدودنا في الدنيا وغدا سنتعداها ونصل إلى الموت. أما الحد الأول فهو إلى الموت. الموت أيها الأحباب الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير، الذي أخرج الملوك من القصور إلى القبور، الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الموت الذي لا يفرق بين ذكر ولا أنثى، الموت الذي أخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم وأسكنهم القبور بالاستئذان، الموت الذي إذا ما حل ضيفا حل عليك إما أن يكون ضيفا خفيفا وإما أن يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله. الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به السكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه بناته فاطمته بناته واه بس فيلمون ما بين فيلمون.